في عام 1973 انرسمت صورة النصر بذاكرة كل سوري، ليكون هالتاريخ هو بداية سوريا يلي عم يبقى عنوان الأمن. اليوم البطولة سيدت المشهد، النصر هو الدرب، وما بين زمنين عنوان واحد، بقيت ريشة الفنان لوحة بتحكي بطولة الماضي وعزيمة الحاضر. كيف تجسد المشهد على لوحات الفنانين السوريين، وشو الرسالة يلي حمل الفنان خلال سنوات الحرب على سوريا؟ أكيد رح نعرف هذا الشيء من خلال ضيفتنا يلي عم بتشاركنا أكيد بصباح تشريني مميز، الفنانة التشكيلية صريحة شاهين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباحكم يعطيكم العافية. يسعد صباحك وكل تشرين وأنصار وكل السوريين بألف خير. خلينا وأنتم نحكي بخير. بالذكرى 44 لحرب تشرين التحريرية، كيف حكى الفن التشكيلي هذا الانتصار؟ إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والبلد بخير، والله يرحم الشهداء. وفينا نحكي عن موضوع الفن التشكيلي، كل فنان أو كل الفنان التشكيلي بتختلف أدواته عن 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 أي شخص تاني موجود بالدنيا، من خلال أدواته، من خلال طبعا الرسالة هي واحدة بين كل المواطنين السوريين الشرفاء، طبعا محبة الوطن، الحفاظ على أرض الوطن، من خلال ريشته، من خلال لوحته بيجسد كتير من الواقع، جسد الحرب، جسد الشهادة، جسد المحبة، جسد نشر الوعي، نشر السلام من خلال لوحته. خلي ان احنا بدنا نقول انه اللوحة هي مثل الطائر، بتحلق من مكان لمكان، بتحط من محطة لمحطة حتى تنشر المحبة والسلام والثقافة طبعا. نعم اكيد. يعني صريحة بدنا نحكي اليوم كمان عن انجازاتك، مشاركاتك، قد كان لك فعلا معارض فنية سواء داخل سوريا أو خارجها، كيف قدرتي من خلال هي المعارض تعكسي الواقع وصمود خلينا نقول السوريين خلال 7 سنوات حرب، أو حتى واقع السوريين اللي هنا عايشين دائما بأمن وأمان من دون حرب؟ الحقيقة شاركت كتير وإلي مشاركات كتير، وخاصة بمعرض تشرين، تحية إلى تشرين التحريرية. نعم. كان افتتاحه مبارح يوم الخميس 5 الشهر، كان في طبعا الإدارة السياسية هي اللي بتقوم بالمعرض بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين، بيشاركوا فيه نخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين على مستوى سوريا. طبعا شاركت بعمل سميته لبيكي سوريا، مجموعة جنود من الجيش العربي السوري واقفين وقفة واحدة، خطوة واحدة، ايد واحدة للدفاع عن أرض الوطن. بالإضافة انه كان عندي معرض سنة الماضية عملته كمان سوريا تحت عنوان سوريا الأم. طبعا هذا المعرض انا اهديته لابني الشهيد، ابني شهيد بال 2015، ولشهداء الوطن العربي كله. طبعا تحية لأمهات الشهداء خاصة، وتحية للوطن وللقائد. إن شاء الله هاي الدماء ما بتروح هدر، يعني راحت فدا الوطن لحتى تنبت شقائق النعمان الحمراء لتورد البلد ونحافظ عليه. أكيد يعني دائما أمهات الشهداء عندهم كم من العطاء ما له حدود، أكيد. وأنت حضرتك أيضا مثال لهذا الشيء عبر تجسيدك كل هالمشاعر اللي كانت موجودة عندك من ألم وفرح وتضحية وفقدان بلوحات فن تشكيلي. خلينا نروح نشوف أجواء المعرض لأنه كاميرا الإخبارية كانت حاضرة، ونرجع من كيف الحديث. أوكي. الإرهاب يتجدد،
وانتصارات جيشنا بشكل دائم تتوالى من تشرين إلى آخر. يسعدنا جدا حضور مثل هذا المعرض اللي تحية لتشرين اللي عمال يبرهن فيه على أنه فنانيننا الكبار دائما هن مواكبين لقواتنا المسلحة، هن سند أساسي ورافد أساسي، سواء كان فنانيننا التشكيليين أو أدبائنا أو شعرائنا اللي هن جنود أيضا في الميدان وفي معركتنا ضد الإرهاب. معرض الفني التشكيلي السنوي 29 يقام كل سنة ويشارك فيه جميع الفنانين من كافة القطر من كافة المحافظات عن طريق اتحاد الفنانين التشكيليين، ويتم التعميم والإعلان عن هذا المعرض قبل 3 أشهر، ويتم اختيار الأعمال المميزة لهذه اللوحات والأعمال سواء كانت لوحات زيتية أو منحوتات أو تصوير، يتم استلامها وتقييمها ويستمر المعرض لمدة 10 أيام. الجميع بحب الانتصار، ونحن انتصرنا بحرب تشرين وكلنا عم بيعبروا إن كان طريق النحت أو طريق الحفر أو طريق الرسم. العدد المشارك عدد كبير، هذا بيثبت أنه في عنا طاقات مبدعة موجودة بتحب تشارك. مشاركتي بهذا المعرض هو مشاركة كل سنة أنا بشارك فيه، معرض تحية إلى تشرين. فاللوحة هي معبرة عن حالة بشكل عام، حطيت بعض القطع الحربية اللي بتكون بالقاعات القتال مثل الدبابات وصواريخ، والجنود بحالة تأهب كلها للدفاع عن الوطن الكريم الغالي، وزينته فوق بالعلم السوري اللي هو نحن بنعتبره انه هذا الحامي لهالبلد تبعنا واللي نحن بنحبه وبنحترمه. اللقطة هي معبرة، انا شفتها انه معبرة عن الحالة، عن حالة الحرب القتالية اللي كانت آنذاك. خلال هالأعمال لازم نخلي العالم أو المتلقي يفهم أنه قديه الفنان عنده كمان سلاح بيقدر يستعمله هو حب الوطن خلال اللوحة الفنية اللي بيستعملها. لوحتي بتعبر عن الحقيقة، الحرب بكل سيئاتها بوجه البشع، مثل الحرب اللي هلأ الآن عم نعاني منها. هلأ لوحتي هي اسمها في المعركة، حاولت يوم ارسمها جسد انه حط الجندي هو بقلب المعركة، لحتى انه بالالوان اللي انا عملتها ابرز معاناته. نحن يمكن ما نقدر نكون بمعاناته لهذا الجندي اللي هو عم يبعد عن اهله. يعني أول شيء بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية على المعرض، وثاني شيء بدنا نعرف من حضرتك يعني اليوم دور الفنان التشكيلي بهي الحرب خلال 7 سنوات كيف عم بتكون، وخاصة اليوم كان دورك مزدوج، قدمتي ابن شهيد. بدنا أكيد نترحم على أرواح كل الشهداء اليوم، ونشد على إيدين كل الأمهات يلي مثل حضرتك بعدهم عم بيقدموا وبعدهم آمنين بالوطن. فخبرينا اليوم عن تجربتك ومسؤوليتك المزدوجة يلي عشتيها. أنا بعتبر نفسي إنه مسؤوليتي زادت وكبرت، كبرت نتيجة الظروف القاسية اللي عم نعيشها بالحرب اللي دحر الإرهاب. عاشت بلدنا 7 سنين من الإرهاب، من الاعتداء من الإرهابيين على سوريا الحبيبة. راحت الشباب للدفاع عن الوطن، راحت شهداء كتيرة،
كان من يعني دوري انا كأم لازم يعني من ناحيه اني انا ازرع المحبه بنفوس اولادي اول شيء للدفاع عن الوطن، محبه الوطن، ايضا كمان من خلال لوحتي، من خلال شغلي، من خلال تواجدي بالمجتمع ببيتي بكل مكان. نعم. انه انا لازم ازرع هاي المحبه وازرع الغيره بنفوس أولادي والمجتمع للدفاع عن الوطن. فسابرت بشكل كتير منيح على موضوع اللوحة، جسدت فيها كتير من الواقع اللي عشناه بكتير حالات بالمجتمع، الشهيد، الأرض، الطبيعة، حبنا للطبيعة، حبنا للأرض، كله جسد الوجع من خلال هاي اللوحة على هذا السطح الأبيض. طب خلينا نحكي عن الحركة التشكيلية بظل هالأزمة اللي عم تمرق فيها سوريا، كيف بتشوفيها كونك فنانة تشكيلية؟ كمان عندك رسالة خاصة حابة طبعا ترجمية عبر اللوحات اللي عم تقدميها، كيف عم تشوفي الحركة التشكيلية بسوريا بهالسبع سنين؟ في بداية الأزمة صعبنا هيك شوي من الذهول، ولازلنا لحد هذا الوقت نحن مذهولين من الشيء اللي صار، من هذا من هاي المؤامرة الكونية اللي اجت على سوريا. فعلا كنا مذهولين ولازلنا مذهولين، لكن لابد انه نستعيد وعينا، وفعلا استعدنا وعدنا. كان المعارض بشكل كتير كبير ودائم، يعني نحن انا بعمل او بشتغل باتحاد الفنانين التشكيليين بصاله الشعب، كان معارض دائمه بقاعه لؤي كيالي بالعفيف، كمان ابدا ما توقفت نهائيا. هلا كل اسبوع طبعا عندنا معرض بقاعه لؤي كيالي تقريبا اسبوعيا، والحمد لله الفنانين كثير كمان متفاهمين هاي الحاله وكثير مثابرين على موضوع المعارض والاستمراريه فيها. كمان خلينا نحكي عن تعاونكم بين بعض كفنانين، سواء بانجاز معرض فكرة جديدة أو حتى نوصل صوتنا، يمكن صوت حضرتكم كمان كفنانين إلى جميع أنحاء العالم، يشوفوا سوريا على حقيقتها، البلد المقاوم يلي فعلا كان في كتير حملات لتشويه صورة هذا البلد. أكيد من خلال محبتنا لبعضنا، من خلال لازم نكون واقفين وقفة واحدة، متعاونين مع بعض لنقدر نرجع بلدنا للوضع اللي كان، لنرجع لمحبتنا. طبعا اكيد ما بعرف، ممكن يعني صار في شرخ بنفوس الناس، لكن لا، هلا الحمد لله فينا نعتبر حالنا انه نحن عم نحتفل بتشرين جديد بالنصر، بمرحله التعافي، بمرحله يعني النصر الاكيد باذن الله لسوريا. طيب خلينا نحكي عن ردود افعال اللي شافوا المعرض، كيف كانت ردود افعالهم؟ شو اكثر شيء حبوه؟ شو اكثر لوحات عم تحكي عن شيء معين حبوه؟ بشكل عام اللوحات اللي كانت بالمعرض كلها بتحكي عن حرب تشرين. كلها يعني. كان في مشهد معين ركزتي عليه؟ عن الجيش السوري او عن الطيران؟ اكيد مثلاً. كله بيركز، معظم اللوحات بتركز على الجيش العربي السوري، على الطيران، على الدبابات، على الجندي. اخذت يعني تفاصيل الحرب. نعم، تفاصيل الحرب، تفاصيل الحرب، يعني عم تجسد الواقع. نعم. اللي صار بحرب تشرين واللي عم يصير بالحرب الكونيه، يعني بين زمنين، بين الماضي والحاضر. بالضبط. ضويتي على انصارات الجيش العربي السوري. طبيعي. ومعروف سوريا بالامس، بالحاضر، وان شاء الله بالمستقبل معروفة ببطولات الجيش العربي السوري والنصر. صريحة بدنا نبعد شوي نحن عن الفن وناخذ الجانب الآخر من شخصيتك، جانب صريحة الأم يلي قدمت شهيد ولسه بعدها مكفية بحياتها، بفنها، بتربيتها لأولادها، بحياتها. فحكي لنا عن هي التجربة، يمكن كتير كمان من الأمهات يلي بعدهم مثل حضرتك على قدر المسؤولية رغم الحزن والغصة، فخبرينا أكثر عن هي التجربة، على قد ما أنا مريرة قد ما فعلا هي مصدر للفخر. أنا ما فيني أنكر أنه التجربة معنا مريرة، كتير مريرة وصعبة، صعبة أنه الأم تفقد حدا من أولادها، هذا أمر طبيعي. لكن محبتي لوطني، محبتي لأولادي حتى، محبتي للناس، محبتي للحفاظ على وطني،
للامهات يلي شاركوكي الوجع وشاركوكي العطاء شو بتحبي تقولي لهم؟ بحب اقول لهم انه الوطن غالي وبده تضحيات، يمكن وبده تضحيات كثيره، وكتار اللي ضحوا باولادهم وبشبابهم نعم أكيد. اكيد يعني انت من ام من الاف ومئات الامهات بسوريا اللي قدموا كثير من اولادهم كشهداء طبعا فداء لتراب سوريا ولتطهيرها من الارهاب، والنتيجه انه نحن عام 2017 وعام النصر تقدم ميداني للجيش العربي السوري بكل الجبهات. بدي اشكرك كثير، ان شاء الله دائما ترسمي وتوصلي رساله الحب والفخر ان كان لكل الجيش العربي السوري وايضا الشهداء. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. اكيد صريح نحن كثير فخورين بوجودك معنا لليوم، فخورين بتضحيتك، شكرا كثير لوجودك معنا، ونتمنى دائما نشوفك بارقى الاماكن. شكرا لكم وانتم بخير وانتصارات جديده باذن الله. شكرا. الله يحمي البلد.